السلام عليكم مشاهدي الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير احسن الاحوال، نتوما ولا وليداتكم ولا العائله ديالكم ان شاء الله يا ربي. كنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. واليوم ان شاء الله نحضر معكم حريره. عندي لا فامي، عمي، وعندي وغادي يجيو لويساتي، وغادي نشارك معكم الفطور ديالي ان شاء الله كيفاش كنحضروا. غنحضر معكم حريره وان شاء الله نوريكم كاع التحضيرات الاخرين ان شاء الله يا ربي. تابعوا الفيديو حتى الاخر وما تبخلوش عليا بلي لايك والجيم، وهذا من فضلكم ماشي امر. بسم الله على بركه الله غنوريكم مقاد. دوك غادي نوريكم اشنو كندير. بسم الله على بركه الله، عندي هنايا طريفات ديال اللحم مقطعه طرفات صغار، بصله كبيره هكا محكوكه، عندي العدس هنا منقي ومغسول مطيليه صغيره، وهنايا الحمص حتى هو يا مطليه بينو بين على حسب الافراد ديال العائله. وعندي هنا الكوكوط، غادي نجمع كلشي قدامكم وغتشوفوا الطريقه كيفاش كندير الحريره. ان شاء الله كنديروا دوك الطريفات ديال اللحم، كنزيدوا عليه داك العدس كما قلت لكم منقي ومغسول، كنزيدوا عليه الحمص هويا، كنخليه في ليله كامله كيما وريتكم الطريقه، ومن بعد لي عاد كتقشروه كيولي كيبقى باللون ديالو، كيحتفظ باللون ديالو ما كيتخسر حتى شي حاجه. وعندي هنا هذيك البصيله صافي، بعد ما درت البصله وهذا غنديروا ديك مطيشه حتى هي، بعد ما قشرتها سلقتها شويه وطحنتها، وهي كيفاش كتجي كتكون عاطيه داك اللون ديالها غزال. هانتوما تشوفوا كيفاش. ومن بعد غادي نزيدو دوك الاخرى المركزه اللي كتكون في العلب، واحد ثلاثه المعلقات على حسب اللون اللي بغيتو. دابا غادي نديرو العطريه صافي، بعد ما درت كل شيء غادي نزيدو العطريه. عندينا معلقه ديال سكنجبير، نص معلقه ديال البزار، الفلفل الاسود كان اللي كيقول ليه الاسود، معلقه ديال خرقوم عواد، هو ما كيضرش وصحي، نص معلقه صغيره ديال القرفه، الكانيل، وعندي هنايا معلقه ونص ديال الملحه على حسب الذوق ديال اي واحد، ديما الملحه كتبقى على حسب الذوق. كنضيفوا شويه ديال الزيت، كنكتروش الزيت، كنديروا قطيره، كنديروا الماء، ومن بعد غادي نجيب هذاك القزبر اللي قلت لكم كيفاش كنحضروا. وهذه كتبقى اضافيه، هذه الخرقومه هذه اللي بغى يديرها يديرها، اللي ماشي يديرها ما يديرهاش. المهم انا درت الخرقوم عواد، وغادي نزيد عين واحد النقيطه، نتوما شفتوا كيفاش هي باش كتزيد تعطي داك اللون، ومن احسن ما ديروهاش كاع، على انايا درتها شويه باش عين كتزيد تعطي داك الكولور ديالها. وعندي هنايا القزبر ومعدنوس والكرافس مطحونين ومجموعين في هذه الميكه هذه، والطريقه راكم شفتوا كيفاش كنسد هذه الميكه. عندي داك الماشي، وعندي هنايا تقريبا أربعة ديال هادو مرصوات ديال الكرافس، نطو شويه بعد ما درت هادوك العويدات ديال الكرافس قط حتى كطيب، ونديرو ليها مطيشه الحك عائشه ولا مطيشه الحك من اخرى. انا سميتي عائشه دابا غادي صافي، بعد ما غادي نقفلو نسدها واحد شويه حتى يطيب ليا داك الحمص والعدس، بعد لي كنخلطها. هانتوما غتشوفوا معايا، كنتمنى من الله تعجبكم هاد الحريره، راه كتجي لذيذه وغزاله. هنايا الحوت بعد ما غسلته حيدت ليه الشوك، حيدت ليه القشره، ماشي القشره ديك القشره الفوقانيه اللي كتكون، وغادي ندير ليه التشرميله ديالو ونقليه ان شاء الله قدامكم. هنا بعد ما شرملته درت فيه القزبر والعطريه كامله،
نبدو هكا في الدقيق مزيان وكنقليو. هو بعد ما كيتقلى ليا صافي، يعني هنايا عندي العدان، حتى هو غادي نديرو في بريوات على شكل سيجار. كنديرو الشعريه الصينيه وكنديرو داك بعد ما قطعتو هذا، والحريره هي طابت ودورتها. كي ورا المقادير راني قلتهم ليكم، صحوا لي ما كملتش، ما وريتكمش كيفاش درت ليها الدقيق. الدقيق كنخوضو بالماء وكندورها، ودرت ليها مطيشه اللي قلت لكم 3 معالق ديال مطيشه الحك. صافي، وهنايا عندي الخبيزات ديال الشحمه، ولكن كنعمروهم بالكفته والخضره بصله ومطيشه، وهما داك السيجارات هما هي معمرين بلادانت والشعريه الصينيه. وعندي هنايا اللي قلت لكم خبيزات الشحمه تاهما عامرين بالكفته والخيز والبصله. وهنايا البريوات كيطيبوا، وهنا التحضيرات. المهم غادي نوريكم، ما يسمحوا لي كنجرب لكم، كنشارك معكم الفطور ديالي. هنا البيتزا حتى هي بعد ما طابت راه كنسخنها، غنبدا نوجد غنوريكم. وهذه بالطون ان شاء الله نشاركها معكم في واحد الفيديو، كتجي غزاله غزاله بنينه وكتعجب الدراري بزاف. هنايا التحضيرات ديالي، عندي هنايا المناضه والعصير والقهوه في الترموستات، هنا الكيسان ديال العصير، وهنايا اللي بغى شي حاجه من الديسير ديال دانون. المهم كاين دانون ديال العسل، كاين ديال كلشي، هادو النكهات اللي كيكونوا باردين. هنايا اتاي والكيسان ديالو، هنايا التمر، هنايا دوك الكيسان ديال العصير تحت هنايا كيسان ديال القهوه، كاين اللي كيبغي اتاي كاين اللي كيبغي القهوه والحليب. هما الترموستات ديالهم حليب، هادو هاد التويجنات هادو كيكون فيهم سكر. المهم انا درت فيهم بومبوم اللي كيضروا لا غورج، ناخذ وحيده. وهنا هي السكر للقهوه، وكتقدروا ديروا حتى في اتاي هاد البومبوم هذا ديال فليو. صافي، كما قلت لكم غادي نكمل التحضيرات هما هادو بعد ما رانا العائله دابا كاينه ودخلات. المهم وبسم الله ما شاء الله، اللهم ديمها نعمة وحفظها من الزوال يا ربي امين. مرة وكيتكال تبارك الله هو اللي كيبداو به الناس قبل الفطور. هانتوما الفيديو ديالي سالا، هانتوما كتشوفوا معايا باقي ما سالاش، بقى لا سويت الحريرة، غير بقاو معايا وما تمشيوش. ان شاء الله غادي نرجعوا نخويو الحريرة ديالنا بيكم عمي اللي حضرت معاكم. كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم، ان شاء الله غادي نشارك معكم كاع الحاجه اللي باقي ما درتني حطيتها هنايا وما شاركتش معكم. ايوا وريتكم عامرين ب ايوا هنا الحريره ديالي، راه خليتهم كيكملوا وشي كيجمع الطابله وشي بغي يصليو، كنصليو التراويح الله يقبل. ايوا غادي نخوي ليهم الحريره في جبانيات، هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي بحال هذا الشكل، هذا ما جاريه ما عاقده، كتجي لذيذه. هانتوما شفتوا معايا، وداك الكرافس كنحاولوا ما نخويوش في هذا الطيليات. والحيمه ها هي كتشوفوا كيفاش جات، ودابا غادي نخويها في شبيبنيات.
اليوم ما كاينش الواحد غيشرب الجبانيه ديالو، كان اللي باغي نص كان اللي باغي شحال واحد ما تيبغيش يتقلب الحريره، ولكن هي راه مفيده راه زوينه، كتسرح المعده وكتساعد على الاستومك زعما تحرك، واخا يكون فيها الحمص والعدس راه ما تكثروش داكشي باش كتجي شويه خفيفه. وهاد المواد كاع اللي درنا فيها زوينين وصحيين، الصلاة مطيشة والقزبر معدنوس وهادشي كاع صحي. وهنا هنايا الخبز ديالي، درت الخبز الى بغاو يجلسوا زعما يتصحروا حتى هو طيبتو. وهنايا اللحم حتى هو شرملتو، درت لي العطريه، البزار، السكنجبيل، الخرقوم عواد، درت كاع العطريه من السوف. وهنايا درت الثومه واحد 3 فصوصات، نقصت واحد الفص حيت رمضان هذا، 2 فصوص ديال الثومه والحامض وصافي. ودرت شويه ديال الملحه وشرملتو وغادي نطيبو ساعه. ما هما ما كان اللي جلس للسحور اللي بغى يجلس مرحبا، قلت ليه ما كان طيبتو فيما انا طيبتو، واللي بغى يجلس مرحبا، واللي بغى يمشي زعما ما بغاش يجلس اكتفى بالفطور ومشاو. هذا ما كان ايوا اللي بقى غادي ناكل انا وياه هذا الطبيسيل هذا ملي غادي نطيبو ديال اللحم. اللي ماكلاش بزاف فطور كتشوفو في الليل دغيا كدوز الوقت، وبنادم كياكل بزاف في الفطور ما كيبقاش يقدر ياكل في السحور. وهنايا نص كاس ديال زيت العود ديالي، هانتوما كتشوفو معايا تشحروا بالزيت العود، والعطريه راه دخلات فيه انسجمت. ورا كما كتشوفوا الوقت النهار داز كله شيق، عجنت الخبز وعجنت هذوك العجانات الاخرى، داكشي اللي بيتزات ميني بيتزا، ودرت مسمن معمر، درت الخبز ديال الشحمه، البريوات تا هما عامرين. ايوا النهار داز شيق، داز تبارك الله وصلى على النبي عليه. وهنايا بعد ما كيطابت ليا الحيمه وغتجي معسله ولذيذه، لذيذه بزاف، وغادي نوريها لكم في الطبيصيل. ما كثرتش البلول بزاف، عيل شي شويه، وقلت لك كما قلت لكم اللي بقى هو بقى، وحنايا اللي بقينا راه غادي ناكلوه، واللي بقى درناه في الثلاجه مع الليل هذا. وبنادم يلاه فاطر كيجي معس الغزال. هاد الحيمات هادو انتما كتشوفو الدويزه كي دايره المريقه، وهنا الفيديو ديالي سالا. والله ما صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم مع فيديو اخر ان شاء الله. وما تبخلوش عليا بلي لايك وجيم، وهذا من فضلكم ماشي امر. والسلام عليكم مع فيديو اخر.